السلام عليكم. ما زلنا في شرح أنواع نظم التشغيل وأمثلة عنها، ووصلنا إلى الـ iOS اللي هو نظام تشغيل الأبل لأجهزتها النقالة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية اللي هي الآيفون والآيباد بشكل رئيسي. تم بناء استنادا إلى الماك أو إس ومع إضافة بعض الوظائف الأخرى، إلا أنه لا يقوم بتنفيذ تطبيقات الماك أو إس بشكل مباشر، لأنه يعني مثل ما ذكرنا الهاردوير يختلف، وبالتالي الأوبريتنج سيستم راح يكون specialized يعني مخصص إلى هذا الهاردوير الخاص. كذلك يعتمد على سي بي يو اركيتكتشر، معمارية سي بي يو مختلفة، لأنه يستخدم الارم يعني معالجات الارم، في حين أنه أجهزة الانتل أو أجهزة أبل تستخدم معالج الانتل يعني بالنسبة للحواسيب الشخصية، أما بالنسبة للأجهزة اللوحية فتستخدم معالج الارم، وبالتالي لأنه المعالج يختلف نظام التشغيل راح يكون يختلف أيضا. المعمارية بصورة عامة راح تكون الكوكوا تاتش اللي هي فقط اوبجكتيف سي اي بي اي فور ديفلوبينج ابلكيشنز، هذه هي فقط اللي هي مسؤولة عن التاتش سكرين، مبنية على الميديا سيرفيسز اللي هي لاير فور جرافيكس اوديو اند فيديو، اللي هي توفر خدمات يعني إدارة الأمور المرئية والصوتيات والفيديو. بعد ذلك الطبقة الأخرى عندنا اللي هي الكور سيرفيسز اللي هي بروفايدز كلاود كومبيوتينج اند داتابيسز وغيرها من التطبيقات الأخرى أو من الخدمات الكور. واخيرا الطبقه الدنيا اللي راح تكون كور اوبريتنج سيستم بيست اون ماك او اس كيرنل، هذا طبعا الكور او اس اللي هو يشبه او مبني على اساس الكيرنل الخاص بالماك او اس. النوع الاخر من انواع نظم التشغيل الخاصه بالاجهزه اللوحيه او الهواتف الذكيه اللي هو الاندرويد، المطور من قبل الاوبن هاند سيت الاينس اللي هو موستلي جوجل، يعني جوجل بالاشتراك مع مجموعه شركات اخرى ضمن ما يسمى بالاوبن هاند سيت الاينس. هو open source يعني نظام مفتوح المصدر، يمكن لأي شخص أنه يطلع على السورس كود الخاص به والتعديل عليها وإعادة إنتاجها وتحريرها. يشبه الستاك أوف الآي أو إس، يعني نفس الطبقات الأربعة اللي تحدثنا عنها هنا موجودة في نظام الأندرويد، طبعا مع اختلافات في نوعية الخدمات المقدمة. based on Linux kernel أيضا يعني مبني على الكيرنل الخاص باللينكس، إلا أنه معدل لأنه الهاردوير مثل ما ذكرنا يختلف. Provide process memory device driver management، يعني يوفر لنا إدارة يعني سواقات الأجهزة والذاكرة والعمليات. كذلك يوفر عندنا power management لأنه هو يعني مثل ما ذكرنا battery driven، يعني الأجهزة النقالة عادة يتم تزويدها بالطاقة من خلال البطاريات وليس من خلال يعني الباور كورد، يعني ليس من خلال الكهرباء في البيت أو المؤسسات. Runtime environment includes core set of libraries، يعني بيئة العمل تتضمن الدالبك virtual machine، التطبيقات يتم تطويرها بالجافا بالإضافة إلى الأندرويد API يعني في الأندرويد ستوديو وغيرها. جافا classifiers compiled، يعني الملفات جافا يتم ترجمتها إلى جافا بايت كود، بعد ذلك يتم تحويلها إلى executables ثم يتم تنفيذها في الدالبك virtual machine. المكتبات تتضمن الفريموركس يعني المكتبات المستخدمة أيضا تتضمن هياكل عمل للويب براوزرز اللي هي الويب كيت والداتا بيس اللي هي SQLite، المالتي ميديا والسمولر لايبراريز وغيرها. هذه هي الاركتكتشر أو معمارية الأندرويد اللي تحدثنا عنها، اللايبراريز هذه اللي ذكرناها والران تايم اللي هو الكور لايبراريز والدالبك فيرتشوال ماشين، وبعد ذلك يأتينا الابلكيشن فريم ورك. Operating System Debugging، الديباجينج اللي هو يعني تصحيح الأخطاء، مثل ما ذكرنا تصحيح الأخطاء هو إيجاد وتصحيح الإيرورز الأخطاء واللي هي يسموها البجز عادة. نظم التشغيل عادة تقوم بتوليد ما يسمى باللوج فايلز اللي هي الملفات التي تحتوي على معلومات الأخطاء. الخطأ الذي يحصل في التطبيقات يولد لنا ما يسمى بالكور دمب فايل، واللي يعني يقوم ب احتواء على كل المعلومات الخاصة بالخطأ الذي حصل في الابليكيشن. يعني للبروسيس. الاوبريتنج سيستم فيلير، الفشل الذي يحصل في نظام التشغيل راح يؤدي الى توليد ما يسمى بالكراش دمب فايل، والذي يحتوي على الكيرنل ميموري، يحتوي على حاله الذاكره في لحظه حصول الخطا. بعد حصول الكراش يعني performance tuning can optimize the system performance، يعني هذه الملفات التي يتم توليدها يتم استخدامها بشكل اوتوماتيكي من قبل نظام التشغيل لكي يقوم بعمليه امثليه ل يعني اداء النظام، يعني يحاول انه يتجنب هذه الاخطاء في المستقبل. ومثل ما يعرف المستخدمين عادة يعني إذا حصل هناك خطأ في برنامج معين أو في نظام التشغيل، عادة مثلا بالنسبة للويندوز تظهر لنا رسالة تقول بأنه حصل هناك خطأ في النظام، هل تحب أنه نشارك هذا الخطأ مع شركة مايكروسوفت لكي يعني نضمن عدم حصول هذا الخطأ في المستقبل؟ طبعا البعض يعني يختارون أنه send file، من عندما تنقل على send file هذا الملف الذي تم إنشاؤه بسبب خطأ في العمليات أو بالتطبيقات أو خطأ في نظام التشغيل
راح يتم ارساله الى شركه مايكروسوفت، ويتم دراسته من قبلهم يعني من قبل المصممين لكي يحاولون معالجه هذا الخطا في المستقبل. بعض الاحيان نستخدم ما يسمى بالـ Trace Listings of Activities Record of Analysis، يعني كل الفعاليات التي تحصل في النظام يتم تسجيلها ابتداء من لحظه تشغيل النظام الى لحظه اطفاء الحاسبه. كل هذه الامور ايضا يتم تسجيلها في يعني الاكتيفيتي لوجز وغيرها. البروفايلنج اللي هو عمليه اخذ عينات دوريه من الانستركشن بوينتر. الانستركشن بوينتر الاي بي هو عاده المسجل الذي يحتوي على عنوان الايعاز للمقبل الذي يجب تنفيذه في الحاسوب يعني من قبل السي بي يو. فعمليه البروفايلنج هي عمليه اخذ عينات دوريه من الانستركشن بوينتر يعني النظر الى الستاتستيكال ترندز، يعني لمعرفه الاحصائيات او التوجهات الاحصائيه لما هي الاكثر الاعازات التي يتم تطبيقها، ما هي اكثر الامور التي يقوم المعالج بقضاء الوقت في تنفيذها وغيرها. هنا عندنا ما يسمى بال كيرنيانز لو. كيرنيانز لو يقول بانه المعالجه تاخذ جهد اكبر مرتين من جهد كتابه الكود، يعني اكتشاف الاخطاء وتصحيحها ياخذ عاده او هي اصعب بمرتين من كتابه الكود في اول مره. وبالتالي اذا كتبت الكود بافضل ما يمكن فعاده يعني من الصعب ان تكون انت نفسك ذكيا بشكل كافي لاكتشاف الاخطاء الموجوده في داخل هذا الكود. طبعا اتمنى انه لا يكون هذا الشيء مخيف للاخوه والاخوات المبرمجين، يعني هذا الشيء هو مو قاعده عامه. هو يقول بانه اذا كتبت الكود بافضل ما يمكن يعني بأفضل طريقة ممكنة أنت تعرفها، فعادة يعني باي ديفينشن استنادا إلى هذا التعريف لن تكون ذكيا كفاية إلى الاكتشاف الأخطاء الموجودة فيه. وطبعا هذا الشيء هو موجود يعني في عالم البرمجة، الكثير من المبرمجين يقوم بكتابة برنامج يعتقد أنه البرنامج بيرفكت مثالي ومكتمل، إلا أنه تظهر الأخطاء بعد ذلك أثناء التنفيذ يعني أثناء اختباره من قبل المستخدمين. وطبعا تستمر عملية البرمجة، ولذلك يعني يفضل عادة أنه يتم برمجة البرامج الكبيرة والأنظمة الكبيرة من قبل فريق عمل، بحيث أنه إذا كان هناك شخص يعني يغفل عن إيجاد خطأ معين يكون العضو الآخر في الفريق قادرا على إيجاد هذا الخطأ. البرفورمانس تيونينج، يعني الكثير من نظم التشغيل توفر لنا أدوات مثل التاسك مانجر بالويندوز اللي مثلا يبين لنا السي بي يو يوزج، الباور يوزج وغيرها أو المين ميموري. كل هذه الإحصائيات يتم عادة يعني ممكن الوصول لها مباشرة من خلال ويندوز تاسك مانجر. وايضا يعني قبل مده انا شرحت على انه لينكس ايضا يحتوي على تاسك مانجر وشرحت كيفيه تنصيبه في لينكس اوبونتو في المدونه. هذه تستخدم عاده لتحسين الاداء بازاله البوتل نيكس، يعني عاده عندما تفتح التاسك مانجر تستطيع بالذهاب الى البروسيسز او الابلكيشنز ترى ما هي العمليات التي تاخذ اكبر حيز من المعالج، وما هي العمليات التي هي في حاله الرننج واكتف، وما هي العمليات اللي هي في حاله بلوكينج اللي هي متوقفه او يعني تسبب تأخير للمعالج، وبالتالي تستطيع إنهاء العملية. Operating systems يعني عادة نظم التشغيل توفر الكثير من الوسائل اللي يعني حساب وعرض هذه المقاييس أو الحسابات على النظام. كمثال عليها إنه أكو عندنا توب بروجرام، وكذلك بالنسبة للويندوز أكو عندنا ويندوز تاسك مانجر. بالنسبة لأنظمة الفري بي اس دي والماك او اس والسولاريز توفر لنا ما يسمى بالدي تريس، اللي هو أيضا يعني عبارة عن فد برنامج يقوم بعرض كل التاريخ أو العمليات التي هي قيد التنفيذ حاليا. هو عبارة عن live instrumentation on the production systems. طبعا يقوم بالتحسس أي كود يتم تنفيذه يعني من قبل المستخدمين أو من قبل النظام، وما هي كمية يعني capture the status data and sending it to the consumers of these probes. أيضا يعني يرسل عبارة عن قائمة تفاصيل عن كل البرامج التي تعمل في النظام حاليا. هذا هو عبارة عن مثال على الـ X Event Queued System Call الموجود في الـ LIBC Library من الكيرنل والباك يعني الباك اندينج. هذا أيضا يعني مثال آخر على الكود اللي مكتوب في أداة الـ D-Trace لحساب كمية الوقت الذي تقضيه العملية اللي الـ User ID مالتها 101 في التنفيذ في داخل الـ CPU. هنا تلاحظ أنه يعني الكود بسيط جدا، مجرد انه تعرف اليوزر اي دي 101 سيلف تي اس يساوي تايم ستامب. هذا طبعا اذا كانت هي اون سي بي يو، اذا كانت اوف سي بي يو راح يحسب لنا السم مال تايم ستامب ناقص السيلف تي اس، اللي هو فقط يحسب لنا التوتال الزمن الكلي لتنفيذ عمليه معينه في داخل النظام. وطبعا هنا اذا طبقناه في فتره محدده راح تلاحظ انه هذه العمليات وهذه المده الزمنيه اللي قضتها تنفذ في داخل المعالج.
الاوبريتنج سيستم جنريشن عاده يعني نظم تشغيل تصمم لكي يتم لكي تستطيع ان تنفذ او تنصب في كلاس اوف ماشينز، يعني في مكائن محدده. يعني نظام تشغيل ويندوز مثلا يعني مخصص انه يعمل في نوع معين من الاجهزه، بحيث انه مثلا من الصعب انه يتم تنصيبه على نوع اخر من الاجهزه وهكذا. وبالتالي يعني لانه يعني مثل ما ذكرنا تصميم نظام تشغيل يعتمد على الهاردوير الذي تريد او تستهدفه او تريد انه يتم تنصيب نظام تشغيل في داخله. هناك برنامج يسمى سيستم جنريتر او جنريشن اللي هو يحتوي على المعلومات التي تخص specific configuration of the hardware system، يعني هذا من خلال استخدامه راح يعطيك فد معلومات عن انه ما هو الهاردوير المناسب للاوبريتنج سيستم الذي تستهدف تنصيبه. طبعا يستخدم to build system specific compiled kernel or system tuned can generate more efficient code than the general kernel. ايضا يعني هذا البرنامج يمكن استخدامه في توليد كودات كفوءه مناسبة للهاردوير. بعد إدخال مواصفات الهاردوير تستطيع أيضا يعني عمل اوبتمايزيشن اللي هي أمثلية للكود اللي تكتبه بحيث يكون أن الكيرنل الناتج هو مناسب لهذا الهاردوير. أخيرا في هذا الفصل الثاني راح نتحدث عن السيستم بوت. سيستم بوت اللي هو عملية استنهاض النظام، اللي هو تبدأ عندما ننقر على زر الأون لأي جهاز كمبيوتر عند بدء تشغيل الحاسوب. يعني عندما تبدأ الطاقة في دخول الحاسوب راح تبدأ عملية تنفيذ كود صغير في الذاكرة. طبعا راح نستخدم البايوز اللي هو بيسك انبوت اوتبوت سيستم اللي هو فيرموير، اللي هو مثل ما ذكرنا في الفصل الاول هو شيء ما بين الهاردوير والسوفت وير. تكون لدينا في ذاكره روم تحتوي على الانيشال بوت كود، تحتوي على كود الاستنهاض الرئيسي اللي من خلالها يعني تحتوي على المكان اللي مكان الاو اس اللي موجود في الهارد واللي من خلاله نستطيع تحميله الى الرام ويبدا العمل. الاوبريتنج سيستم طبعا يجب ان يكون متوفر للهاردوير بحيث انه الهاردوير يستطيع البدء. هناك قطعة صغيرة من الكود اللي هو يسموها بوت ستراب لودر مخزونة في الروم او الاي اي بي روم اللي هي الكتريكالي اريزابل بروجرامبل راندوم اكسس ميموري، اللي هي ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والكتابة كهربائيا. طبعا موجودة في الكيرنل ويتم تحميلها الى الذاكرة، الذاكرة الرئيسية اللي يقصد بها الرام. بعد ذلك يبدا العمل بها، راح تقوم بتحميل اجزاء الاوبريتنج سيستم المهمة لبدء التشغيل من الهارد الى الرام. بعض الأحيان هناك العملية تتم بخطوتين. إذا حصل لدينا ما يسمى بالبوت بلوك at a fixed location loaded by the ROM which leads bootstrap loader from the disk. كمان bootstrap loader عندنا هذا البرنامج هو واحد من يعني المحملات النظم اللي تعمل في البداية اللي هو معروف يعني GRUP allows the selection of the kernel from multiple disks versions and kernel options. هذا يسمح لنا بأنه نختار الكيرنل الذي نريد البدء به من عدة أقراص مختلفة وعدة نسخ وعدة يعني خيارات. هذا طبعا عادة يكون في بداية تشغيل أي حاسوب إذا كان هناك عدة نظم تشغيل منصبة، وبالتالي تلاحظ أنه تظهر لدينا في نافذة تطلب منا اختيار نظام تشغيل الذي نريد تشغيله حاليا. هل تريد أنه تعمل على الويندوز أو اللينكس؟ هل تريد أن تعمل على ويندوز 7 8 10؟ يعني إذا كان هناك عدة نسخ منصبة في داخل الحاسوب في نفس الوقت، عند اختيار اي واحده من الاثنين راح يتم تنصيب يعني تنفيذ هذا البرنامج اللي هو جي ار يو بي، اللي هو ببساطه هو عباره عن بوت ستراب لودر. راح يعني يذهب الى ذاكره الاي بي روم، يبحث عن عنوان الاو اس في الهارد، ثم يقوم بتحميله الى الرام ويبدا يعني نقل هذه البيانات او الاعزات الى المعالج لكي يقوم بتنفيذها يعني بشكل متسلسل واحده بعد الاخرى. بعد ما الكيرنل يتم تحميله النظام يبدا يعمل ويدخل في حاله الرننج بعد ان كان في حاله البوتنج. رانينج يعني اللي هي حالة العمل. إلى هنا ينتهي الفصل الثاني إن شاء الله من هذا الكتاب، وإن شاء الله راح نستمر وياكم في الفصل الثالث في المحاضرة القادمة. بالنسبة للأخوة والأخوات اللي يعني طلبوا من عندنا أنه نحاول أنه نكمل هذا المنهج في أسرع وقت ممكن، إحنا ما نعدكم إن شاء الله يعني نتمنى أنه نكمله في أسرع وقت، ولكن حسب الوقت وحسب التفرق. فأتمنى أنه يكون الشرح مفيد للجميع، وعذرا إذا كان هناك أي تأخير، وشكرا جزيلا ومع السلامة.